السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. تحية لكل مغربي ومغربية في الداخل والخارج، وعيد مبارك سعيد. تحفة فيه الدوي، تحفة طال صبرو، واليوم غيدوي، وهادشي اللي غيقول اليوم خطير بزاف بزاف. وي 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 وي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد. إخواني أخواتي، عجلوا عجلوا بلايك، الله يرضى عليكم. عجلوا، بلا شك أنكم عرفتوني علاش غندوي اليوم. قتلوه ولاحوه في البحر والأمازيغية نسيت عليها، ومغانت وكملوا انتوما كملوا المشاهدين، نسيت عليها بالأمازيغية. ديروا لايك، ديروا واحدون. تعقل باش قلت لكم راه في الدوي، وراكش بنقولتش راه في الدوي، ودابا راه غندوي. نرى عندوي دابا غادي نقول والحمد لله، نحمد الله تعالى لان الامور ثقوا بيا ولات كتقاد في المغرب، ولات كتقاد في المغرب، وثقوا بيا الناس. خصهم يعرفوا واحد الحاجه، ديك الوقفه اللي كانت امام النيابه العامه ارتكبوا الخونه والمبتزون اكبر خطا في حياتهم، ما كناش عارفينهم. واش انا كنت عارف حاد داود الكحله؟ انا كنت عارف ياسين الربوه؟ كنت عارف هذاك اللي بدا؟ مكناش عارفين. اكبر خطا ارتكبوه، فهمتي؟ لان تعرفوا ذاك المجرم كيبقى يحوم حول الجريمه ديالو، قال لي حصلوا تمايا يا الكاي، قتلوه ضربوه بالمهراز لاحوه في البحر. وصلوا ل2000 ونادروا عبد الغفور، السي عبد الغفور. في الحقيقة مما بدينا هنا، أنا كل فوق ما كان نفيق في الصباح أحمد الله تعالى أنه أخرجني من بين ظهرانهم. وفي الحقيقة باش ما نسماش كذاب، عقلت وقلت لكم من تنفيق البارح في الصباح خصني الساعة ون الساعة وانا دايخ كنشوفها في الصحة، الجنون ولاد الحرام كيخدمونا بالليل، كيخدمونا. لا كيخدمونا، نكذوب على الله حريم. من كنفيق حتى تنفكر واحد الساعة كنعرف راسي فين، عاد تنبدا داك صاحبي مسكين كيفيق كيبدي يسلم على ماك ولا صباح الخير ماما. قتلوه يا لهوه في البحر يا عبسامان، تلا على من داوي، على الكونينير ولا شكون اللي بحر؟ شكون اللي بحر؟ لا لا تامي تامي، اسمحوا لي يا قمشوه وضربوه بمهراج، الله يعلم هنا ولا هنا، يا لحو في شانطي. كيفاش الزنوبة حصلتي ولا ما حصلتيش؟ نصابة ومبتزة وما كدبناش عليك، وهانتي تشطب عليك نهائيا، تشطب عليك نهائيا، وغير مأسوف عليك لأنك انتي وعبد الصمد ودوك ولاد الحرام كاملين أكبر نصابة، ما ظلمناكمش. وتحفة لا يظلم، والله ما عمرني ما ظلمت شي واحد، بالعكس بعض المرات ارتكب أخطاء ودافعت عن ظلمة بلا ما نعيق. أما نظلم شي واحد، والله ما نظلم، والله ما نظلم. تصريحاتك الهضرة ديالك، أنت أكبر نصابة على وجه الأرض. وفي الأخر أختي، علاش تجبديني أنا؟ ياك وقفوك هزوك في لومبيلونس، علاش خدامة تعاقر؟ وهي في لومبيلونس كتجبد سميتي، منين اللي وقفتك؟ خدام عليهم الهيئة ولاد الحرام، الهيئة فيها شي ساي في لومبيلونس، ساي في لومبيلونس. لو قلت ميت لك على هاد الناس،
تفتح تحقيق في النقابة ناتبا له تحفة. هاد تحفة الناس نجيبة جلال، نجيبة جلال وسفيان وبن حريبيدة وهادشي الوكيل العام خاصو يحرك حدا في شكاية. أطلت العيد الأعضاء يدير شكاية ما تحركاش وش هاد الناس تتحقق ولذلك التمس نسينا ندخل وكون متيقن كاع غادي تتحقق نسينا وين غيفتح هاد المشكل ديال هاد الشي اللي غادي تدعي عليها. لا ما يمكنش النقابة تحقق مع النقابة، النقابة تفتح تحقيق مع النقابة. وشكون اللي كان يتحدث تليفونات تليفونات فيه تليفونات ديال الأعضاء ديال النقابة كاملين وحلقتهم ما تحبوا مع نجيب جلال ومع سفيان مع بن حريبيدة. هادشي ضروري دابا، إلا ما كانش إلا كنت أنا ضروري نتصل فين أنا غنتصل بيا حصيا وغادي حل هاد المشكل. ما يمكنش هادشي. شنو هو سبب التشطيبة والسادة اللي دارت النقابة؟ علاش جارته؟ تشطيب بناء على بن حريبيدة وكيل العام وعبد واحد واجه وأطيب بالك حيدو الأعضاء الشكايات. ما خاصكش تدافعي على حقوق الإنسان، ما كتدافعيش على الأعضاء اللي تحيدو بالنان التاني. ما عندكش أحضان تحيدو الأعضاء من السيدة اللي درتي كانت حتى 100 تدار. ما حاتش تقولي هاد الشيء ولكن دابا شوفوا كنا متيقنين. فيما يخص هذاك الأوديو السادة الأوديو السادة اللي تسرب أوديو مفبريكينو شكون مفبركو؟ نجيبة جلال سفيان نيرو ذاك الطبقة كلها ذاك ذاك الزبر بن حريمينا وكيل عما تاخذش اجراءات خلاهم كيتسلاو ليا عام جناية اللي عبد واحد اختصاص وحده في الجامع اختصاص وحده. جميع الناس تحموا عليا خاص الحذر ما تكونش في المغرب، ما باغيش حذر تكون، ما باغيش محامي يبقى محامي، خاص محامي ما كيهدونيش خدت من حاجة وخدت تقطع ليا راسي وخوصة يا محامية وغنبقى محامية وغنواجهك وغنتباشى مع السيدة. شنو الإجراء القانوني اللي غتقدري ديري يا أستاذة؟ الإجراء القانوني تحت تحقيق رسمت عيطوا لي البوليس حالا تبليغ وكيل العام الملك بأنني فتحت تحقيق فيما يخص هيئة المحامون وعلاقتها مع نجيب الجلال وتفريغ هواتف ديال الهيئة كلها. هذا الهيئة من النقابة على مع نجيب جلال من حريمين علاش ما تعتقلش كيف تصل للتجارة البشر شحتان علاش ما تعتقلش أظن بالك حيدو الأعضاء علاش هذا هو المشكل ديالي خاصة ما تحكش عدالة ولكن تعذر بمحامي وأبقى محامية وغنحقق العدالة كما يخص الناس. أنا ضروري نفس التحقيق سكر غراوتي في المقالة هذه علاقة نجيبة جلال اللي ولات تحكي في المغرب هي تحفة اللي كاين بسيدنا اللي كاين بسيدات كلها. الغرض من أنا لاحظت أنا محامية محامية فعلا كدات على كرامة ميمكنش. نعم أستاذة الاجتماع ديالكم في النقابة دابا شنو قالوا لك في النقابة وصلت حتى أخذوا القرار ديال التشطيب؟ سيري صنهار اثنين يعني أنا بغيت تفتح تحقيق ما غاتفتح تحقيق مع هاد الهيئة ديال النقابة مع عبد واحد واجيه بن حريميدة سفيان وكيل العام علاش ما تفعلش مي ديال 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 بن حريميدة علاش ما تفعلش علاش ما تفعلش مي ديال التخصص في الجامع المنقبة علاش الوكيلات ديالي كلهم التجارة البشرية ما تحركش ملفات باش أنا نجري هذا كون متيقني بأن أي حاجة أنا محامية وتقدر المحامية إذا غنحقق حتى تحت أنا تنتمنى النقابة تفتح تحقيق كيفاش تحفة قبل ما يبلغوني انا تحفة كيقول هذاك تحفة اللي خائن الوطن هذاك تحفة اللي كيمس الملك هذاك تحفة اللي كيمس الوطن هذاك تحفة اللي كيمس كل شيء. ما تعرف شكون اللي كيدخل هذاك تحفة بغيت نشوف العلاقة مع بنتي تحفة مع هذاك تحفة. انا اللي كنقول هذا المنبر ضروري على البوليس يجي دابا وسيدنا هذا المنبر كالتاريس ميس سيدنا يدخل البلاد لان ولات فوضى. ما يمكنش ما بقاتش عدايرة الناس كلهم مظلومين انا غادي كلشي مظلومين كلشي ممكن ندير نجيو نشوفو تحقيق العدالة وفتح تحقيق مع النقابة. الناس اللي عندهم علاقة نجيبة جلال اللي اختها انا كعضوة اللي كانت كتقول انا كنعرفها شخصيا اللي خاصني نشوف الجهة الوظيفة ديالها القانونية اللي كيبتزو الناس فلوس عطاهم الدليل وبرهان كيبتزو. وشكون داك سفيان؟ سفيان اللي مسخرو لي انا يا روح من ذن من يتهم وضربوا فيه كل الله النقابة تعيط عليا وانت عارف النقابة اللي كتفعل عليا انا ما تهضريش من ذن من يتهم هكا من ذن يتهم كلشي غيبان. انا ما غنتواصل مع حتى شي واحد غنتواصل مع
على سلطة البلاد اللي هي سيدنا ضروري تفتح التحقيق عن طريق سيدنا. أستاذة إذا سمحتي لي هاد التصوير اللي كنصورو دابا بالإذن ديالك، أنت اللي قلتي لي صور. أنا غنستدعي البوليس وغنمشي سيدنا ضروري. لا جاوبيني على كلامي أستاذة باش نعرف. أنا اللي غندير مقابلة مع سيدنا، لأن سيدنا غيفقد المشكل، نشوفوا هادشي الناس متواضعين. أستاذة جاوبيني على السؤال، هاد التصوير اللي كنصورو قلتي لي عافاك بغيت نصور هاد الفيديو، هادشي بموافقتك. أنا بموافقتك، أنا شوف أنا نعيش ولا نموت صافي. التحقيق بحث فتح تحقيق فيما يخص أعضاء ديال النقابة اللي عندهم علاقة بلعبين حريم الدار، ونسأل وفي العام كيفاش حطيت مثال ديال القدح، مثال ديال الانتامي، مثال ديال الأطباء اللي كيحيدوا أعضاء، مثال كيفاش يدفع لي شي هادشي. شنو هما أستاذ الأخطاء اللي ناقشوا معاك النقابة؟ الاجتماع ما عندي حتى شي أخطاء، ما ناقشكم معايا والو. قال لي هضرتي على الناقب كي تطيم تحفه بينا على تحفه. اما تحفه طلع معاك في الامبيلونس وما كيبقى تجبدي لي سميتي ماكي ناري تبقى تجبد لي سميتي انا في الامبيلونس. اما انايا سمعنا ولي طلعتك ليا بلاتي نرجعك تبقى تجبد لي انا سميتي في الامبيلونس ماكي. اما انا لا قتلوه ولا حاو في البحر تبقى تجبدي لي سميتي في الامبيلونس اللي يرضي عليك. صوروا فلان بيا نصب ساخير يا فلوسي شما يا ربعين وتحفة الخوانة. أنا ملي انت نصابة، انت محتالة، انت نصبتي. شكون اللي عاقل على السيد الفاروق؟ ولد شفشاون تيبكي الدم قبيل عدويت معاه تيبكي الدم. كيعقلوش على المغاربة، ما كيعقلوش على المغاربة، خوتهم المغاربة. وانا اللي ما عقلش على المغاربة، والله ما عقل عليه. بنت الناس ماشي انا، بنت الناس راه ماشي انا، انتي بنت الناس اللي جبتيها لراسك بالنصب ولحتي انا كنت سبب. وقلت لك والله ما غنعتقك، انا قلت لك والذي نفسي بيدي ما غنعتقك، لان جميع التصريحات ديالك موجبه للسجن. راه عندك الزهر اللي غير شطبوا عليك، راه خاص الوكيل يفتح تحقيق في هادشي اللي قلتي. يجب ان يفتح تحقيق من الاخر. سمعوا الناس اللي ما عارفينش القضيه دي زين خيار، سمعوا محامي اش كتقول. بالله عليكم هادشي ماشي موجب للسجن. بالله عليكم اي واحد يطلع يقول لي تحفة واش انا ظلمت هاد المرأة ولا تستحق هادشي اللي طرا ليها؟ شي واحد يقول يلا واحد. حقيقة انا كنوجه واحد تحية عالية لنقابة المحامين بالبيضاء في شخصي النقيب السيد حسي والسادة النقباء السابقون والسيدات والسادة أعضاء مجالس نقابة المحامين بالبيضاء على هذا القرار الشجاع الذي يؤكد أن المحاماة بخير بمؤسساتها ومجالسها وأنها دوما ستبقى شامخة. هاد المرأة هادي ما... أنا رفعت شعار
وربي ما خيبناش حتى لا تصبح محاكمنا مستشفى للمجانين، حتى لا تصبح محاكمنا مستشفى للمجانين. ها وحدة تحيدت، مازلنا واحد وسيلقى نفس مصيرها، وإني أرى هذا قريب قريب جدا جدا جدا. أنا هنا لست ضد أحد، ولكن بصراحة خصنا المغرب يتنقى ويتنظف جميع القطاعات، جميع المفسدين خصهم يتحيدوا، جميع الفاسدين خصهم يتحاربوا، جميع الفاسدين خصهم يتحاسبوا، جميع الفاسدين اللي تبتت عليه شي حاجة خصو يدخل الحبس، باش يكونوا عبرة لمن يرى، عبرة للآخرين والفاسدين الآخرين، لأن هذا الشيء كثر بزاف بزاف في جميع القطاعات، كاين الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخصوصا خصوصا ناهبي المال العام. هادو ما خصناش نتسامحوا معهم ابدا. فلوس الشعب خصها تصرف على الشعب، نقطه الى السطر. يعني اننا جميعا لاننا رفعنا واحد الشعار ديال حتى لا تصبح محاكمنا مستشفى للمجانين، حنا كنطبقوا داكشي اللي قال سيدنا. سيدنا قال بان خص المغرب يكونوا فاعلين في مراقبه مؤسسات وكذا، نحن نراقب نراقب. واش تعقلوا على الرساله اللي صفت سيدنا أعطاها سيدنا صفتها للسي عبد النبوي عند تعيينه رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للقضاء، قال لي بغيتك ترجع الثقة للناس في القضاء، للمغاربة في القضاء. نحن الآن نساعد السي عبد النبوي على باش يرجع الثقة للمغاربة في القضاء، امتثالا لمن؟ لأوامر السامية ديال صاحب الجلالة ملكنا المفدى محمد السادس مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. الله يطولنا في عمره والله يدوم علينا سلامته. أيها السادة والسيدات، نلتقي بكم في مباشرة. المشاهدين الأعزاء، ما تنساوش لايك والبارتاج. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.